رسائل الجماهير قبل السوبر رقم 13 بين الفيصلي والوحدات، وميسي ما حدا عارفه في أمريكا، وميسي آخر يبدع في الأردن. تعالوا معي للحلقة الثالثة من جرينتا. أهلا بكم، كلنا على موعد مع قمتين جماهيريتين بتجمع الوحدات والفيصلي يوم الجمعة الجاي 21 الشهر، والجمعة اللي بعده 28 الشهر. جماهير القطبين بتنتظر المباراة على أحر من الجمل، وكل فريق يملك ما يمكنه من الصعود لمنصة التتويج، والأرقام أيضا بتدعم نظريتنا. فخلال 12 مباراة سابقة في السوبر كل فريق حقق الفوز في 5 مرات وحضور نتيجة التعادل في مناسبتين، وحتى بركلات الترجيح كل فريق فاز في مرة. سجل 14 هدف الفيصلي في الوحدات، والوحدات سجل 13 هدف في مرمى الفيصلي. الفيصلي بيدخل اللقاء بحالة معنوية جيدة بعد ما حقق لقب الدرع مؤخرا، والوحدات شبه اكتملت صفوفه وبلش في أسماء جديدة قوية دخلت على المنظومة. نستنى مباراة مثيرة وجميلة صراحة، ياريت تكون هيك فعلا. لكن بعيدا عن الأمور الفنية، فإنه كل مباراة بين الوحدات والفيصلي بتخرج عن النص، نادر ما ندر لو ما خرجت عن النص. حتى نكون صريحين، كل جمهور من حقه يتبهى بفريقه، بس بلا الغلط على بعض من أول مباراة وحتى قبلها، بلاها رمي كاسات المي على الملعب لأنه المنظر أبدا مش حضاري، ومش انتصار لما ترمي عدد كاسات مي أكثر. حتى أكون واقعي كمان وكمان، الروابط والجماهير يمكن قبل المباراة برا الملعب تكونوا مع بعض حبايب وصحاب، بس هذا الإشي الجمهور اللي برا الأردن ما بيشوفه، بيشوفوا اللي بالمباراة، وللأسف مش دائما الجمهور بيكون مثالي. فخلينا نعكس صورة حلوة قبل وبعد المباراة برا وجوا الملعب، وازعل وعبر عن الخسارة بطريقة محترمة، وافرح برضه من دون ما تأذي غيرك وبس. مش صعبة والله. بطل العالم ليونيل ميسي رسميا في نادي انتر ميامي الأمريكي. النادي أعلن انضمامه بعد ما رفض عرض خيالي من الهلال السعودي، وطبعا هو فكر بالروح على أمريكا عشان كل الأضواء تكون عليه بدل ما أنه يتقاسمها مع كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وكانتي وغيرهم من هالنجوم في الدوري السعودي. ميسي شكله ما بيعرف أنه في نجوم قبله ما كان لهم أي اهتمام أو اهتمام كبير من قبل الجماهير الأمريكية، زي الصورة اللي التقطت له وهو بسوبر ماركت هناك، بس هو أكيد حالة خاصة وله شعبية خرافية في الوطن العربي والعالم، بس فريقه ونتائجه مش مشجعة أبدا لحتى الجمهور يضل لنص الصبح حتى يحضر مباراة لميسي. ولاعبين أساطير كثار مروا على الدوري الأمريكي آخر 10 سنوات تقريبا، للي مفكر أنه ميسي أول نجم بيروح هناك، ومن هاللعيبة رئيس نادي ميسي حاليا ديفيد بيكهام، وأيضا كل من واين روني، كاكا، تيري هنري، ديدي دروغبا، ستيفن جيرارد، فرانك لامبارد، ديفيد فيا، غونزالو هيغوين، والأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو. وخليني أحكي لكم بشكل سريع عن ميسي الأردني. طبعا هذا لقب طلعته من حالي على لاعب مع نادي حريمة في دوري الدرجة الثالثة، تخيل، واسمه سعد المعابر. هذا اللاعب صراحة أول مرة بسمع عنه، بس شفت له كم لقطة في مباراة واحدة حكيت خلاص هذا مكسب لأي نادي ممكن يضمه إله لقدام. الآن صعب ينضم لأنه سوق الانتقالات المحلي سكر قبل امبارح، بس بإمكانه يلعب مع فريق درجة أولى الفترة الجاي، وبين الذهاب والإياب بدور المحترفين ينضم لأي فريق. في مباراة واحدة بدور 32 من دوري درجة ثالثة، وتحديدا أمام فريق كفرنجا، سجل المعابرة هاتريك وعمل العجب، طبعا غير الصناعات للأهداف في المباراة اللي انتهت بـ5 أهداف مقابل هدف. شوفوا معي هاي اللقطة الخرافية، استلم من نص الملعب ومر من الأول وراوغ الثاني وبعد الثالث والرابع وإجا الخامس وأخده يمين وشمال، بس المعابرة ما حب يكون أناني ومرة الكرة لزميله اللي كان في موقف تسلل واللغى الهدف. موهبة حرام ما ندعمها، واللاعب عمره لسه ما وصل 22 سنة. وسؤال حلقتنا لليوم بيحكي عن ما هي آخر نتيجة سوبر بين الوحدات والفيصلي وفي أي سنة كانت. مع نهاية الحلقة لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة أسفل الشاشة، واستنوني في الحلقة الجاي. أنا مهند جويلس، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.